حكم وأحاديث رشاد، نور لقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد. حكم وأحاديث رشاد، نور لقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد. من يفهم كلمات القرآن ثم يقرأها تلاوة يستلذ بهذه التلاوة. في خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد. من بركات التدبر والتأمل في المضامين، الإنسان بعد فترة يعيش ملكوت القرآن الكريم. بالعباد أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد. من أنس بمضامين القرآن الكريم لا يحتاج إلى حث، يا فلان اقرأ القرآن، يا فلان اتل القرآن، هو أصلا مشتاق إلى تلاوة القرآن الكريم. خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا حول مائدة القرآن الكريم، وهدفنا من هذه الحلقات المباركة بإذن الله عز وجل أن نتدرب على التدبر في كتاب الله عز وجل. نحن نقرأ أو نتناول بالبحث بعض السور القرآنية كما نحن فيه سورة الجمعة، لنتعلم كيفية التدبر في كتاب الله عز وجل. وأحدكم ليرى في قلبه كم هي اللذة التي يستشعرها بعد فهم كلام الله عز وجل. من المعروف أن بعض كبار المخترعين والمكتشفين عندما كان يكتشف نظرية علمية أو ما شابه ذلك، كم كان يطير فرحا ويقفز مسرورا بكشفه. الذي اكتشف قانونا في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، أين هذا وأين من؟ رب العالمين كشف له القناع عن مضمون آية من آياته. فإذا باب التدبر مفتوح للجميع، والنبي الأكرم نزل بالقرآن الكريم في مجتمع مكة، وهم من أكثر الأمم تخلفا، وحقيقة البعض منهم كان يعني يفهم حلاوة القرآن، يقول إن علي إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، أسفله كذا أعلاه كذا، يعني حتى هؤلاء القساة كانوا يعرفون أن هذه المضامين مضامين راقية ومؤثرة. فإذا الهدف من هذه الحلقات أن نتعلم هذا التدبر، ومن المجرب أن من يفهم كلمات القرآن ثم يقرأها تلاوة يستلذ بهذه التلاوة، يسمعها تجويدا يزداد طربا إن صح التعبير، لأن طربنا اليوم إن صح التعبير طبعا الطرب الممدوح، أو قل التفاعل الإيجابي لقراء القرآن الآن، لأصواتهم، لحناجرهم، لأوتارهم الصوتية، لمقاماتهم الكذائية. وإلا من الذي هكذا يرفع صوته مشجعا للقارئ لأجل المضمون الذي فهمه؟ المفروض أن الإنسان يعني يعيش حالة النشاط والارتياح إذا اكتشف معنى من المعاني الجميلة. سيأتي إن شاء الله في مطاوي الحديث بعض العبارات التي تنعش. الصلاة ذكر الله من أين؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ثم يقول تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، بالتعويض الرياضي رب العالمين استبدل كلمة الذكر وجعلها مكان الصلاة. هذا كشف، الإنسان يعلم أن ماهية الصلاة هو
ذكر الله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري، العبارة هنا أبلغ، أقم الصلاة لذكري، اللام لام الغاية، ولكن هنا القضية التطابق. كيف نقول الإنسان حيوان ناطق؟ القرآن الصلاة هو ذكر الله عز وجل. المهم التدبر في القرآن الكريم كما قلنا قبل قليل منعش إلى درجة الإنسان يعني يدمن هذا المعنى، التدبر في كتاب الله عز وجل. ولهذا نرى البعض يفتح الكتاب الكريم ويتأمل في المضامين من دون أن يتلو تلك المضامين. أنا علمت البعض من أنس بالقرآن الكريم باعترافهم، أنقله نقلا عنهم، البعض يقول أنا في صفحتين من القرآن أمكث عليها ساعات، لعل الساعتان والثلاث تدبرا، الآن التلاوة في دقائق تنتهي. ولكن التدبر في المضامين في الواقع هذا المعنى لا ينتهي بحد من الحدود. وأيضا من بركات التدبر والتأمل في المضامين، الإنسان بعد فترة يعيش ملكوت القرآن الكريم. نحن نعلم للسماء ملكوت، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، للقمر ملكوت، للشمس ملكوت. طبعا الملكوت بمعنى، الآن فيه بحث ما معنى الملكوت، إذا وصلنا إلى آية الملكوت نبينها. ولكن يبدو أقوى الأقوال هو معايشة انتساب المخلوقات إلى الله عز وجل، هذه النسبة، أن هذا مخلوق الله، هذا عبد الله، هذا صنع الله. الشاهد أن الإنسان يصل إلى درجة يعيش هذا الانتساب، يعيش انتساب الكتاب إلى الله عز وجل، إلى درجة الآن أقول هذه الدرجة اجعلوها في بالكم، الأمنيات لا ضير في أن يتمنى الإنسان المقامات العليا، أحب الصالحين ولست منهم. يقول البعض أيضا، هذا قول مقول ليس كلاما تخيليا، البعض يقول أنا عندما أقرأ الكتاب الكريم يعني هذا الملكوت يتجسم له إلى درجة، يقول كأن هناك عسل في فمي، كأني أستذوق العسل. كيف العسل؟ تجعله على لسانك، تنتقل ذبذبات إلى المخ، أن هذا شيء طيب، شيء حلو. ما المانع أن تنتقل الذبذبات هذه إلى المخ أيضا ليقول لك أن هذا كلام لذيذ، كلام ممتع. وبالتالي بعد فترة من الزمن من أنس بمضامين القرآن الكريم لا يحتاج إلى حث، يا فلان اقرأ القرآن، يا فلان اتلو القرآن، هو أصلا مشتاق إلى تلاوة القرآن الكريم. ونقول أخيرا، كم من الجميل أن تجعل تلاوتك للقرآن الكريم من خلال الصلاة أيضا، حسب الفتاوى لا ضير لا بأس أن تقرأ القرآن من المصحف في حال الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. أحدهم ذهب إلى العمرة فصلى صلاة الماشي، تعرفون الماشي بإمكانه أن يصلي يكبر ويومي إلى آخره، وفي صلاته حول الكعبة كان يقرأ القرآن الكريم، قراءة جزء من القرآن جائزة في الصلوات المستحبة، هذه صلاة مستحبة. انظر إلى الابتكار الجميل. إذن في حال الطواف صلى صلاة الماشي، وبعد الحمد قرأ القرآن جزء قطعة قطعة، وختم القرآن بهذه الكيفية في حال الصلاة والطواف. هذا الابتكار كم هو جميل، أليست هذه صفقة العمر، أن يصلي الإنسان، أن يقرأ الإنسان القرآن كله ختمة كاملة مصليا وطائفا. نعم هكذا الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، اللهم اجعلنا ممن ربح في تجارته، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.